اوكي والدايفرستي برضه اوف بيبل هو كان يعني يعني دلوقتي انت لما بتعرض فيلم في الافلام المصريه بتتعرض يا اما في الخليج يا اما في مصر دلوقتي الفيلم ده سبسكرايبرز اول اوفر ذا وورلد يعني حوالين انحاء العالم كله فحد العرب اللي عايشين في امريكا العرب اللي عايشين في كندا العرب اللي عايشين في يعني ده برضه بروز ان انت الافلام بتاع النوع الافلام بتاعتك او الثقافه بتاعتك هتنتشر اكتر من مجال السينما طبعا يمكن طبعاً. دي برضو يعني هو كل حاجه وبقى ليها اكيد مزاياها فانا شايف ان دي طبعا فرصه بالنسبه عشان كده برضو انا يعني برضو ده فكره ان احنا الفيلم العربي دلوقتي او المصري او العربي ان جنرال فعلا ان هو ممكن يروح انترناشونال من غير ما يتعرض من غير مهرجان من غير ما يتعرض في السينما بره من خلال منصات فده اتس ا جريت اتشيفمنت ده اكتر حاجه انا بسطاني